30 قتيلا في اقتحام النظام السوري بلدة حمورية في الغوطة الشرقية لدمشق. عشرات القتلى من الحوثيين في قصف للتحالف العربي على جبهات الساحل الغربي لليمن. بريطانيا تؤكد تورط روسيا بتسميم الجاسوس الروسي، وموسكو تنفي وتدعو لتحقيق مشترك. سكاي نيوز عربية مع روبير النخل. أفاد ناشطون سوريون بمقتل 30 شخصا وجرح العشرات باقتحام قوات النظام السوري بلدة حمورية في الغوطة الشرقية. وقال ناشطون إن تقدم قوات النظام في البلدة